انا عايز اديك برنامج رباعي. والله الرسول ما ترك لنا خيرا الا وبينه لنا ودلنا عليه وامرنا به، وما ترك شرا الا ووضحه لنا وحذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. انت مالك انت شغل بالك؟ بالله عليك، من ضمن الاسئلة يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى ربنا يسأل انت مشجع للجمهوريين ولا الديمقراطيين؟ هسأل السؤال ده يوم القيامة؟ يا عم ابحث عن السؤال اللي انت مالك انت؟ تعرف بالضبط ايه؟ الله يرحمه شيخنا لما كان يقول عمر يا ابني العرب دول عاملين زي ايه؟ المسلمين عاملين زي مزرعة جذام اعزكم الله اللي بتسقط اطراف، بيشاهدوا في حلقة التلفزيون المصارعين الاقوياء فبيضحكوا على مين؟ على الواقع على الارض. انت مالك انت؟ دول اقوياء ويحاربوا بعض براحتهم، انت ايش دخلك انت؟ ايش يا صعلوك بين الملوك؟ انت مالك؟ خليك في دينك، خليك في وضعك، شوف انت حالك، شو انت ظالم ولا ما تلاقي تشغل بالك انت ومشغول مع الناس. والله سبحان الله، انا اقول لك حكمة رباعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مشيت بها في حياتك هتسعد وتتعلم العفو. قال اوصني يا رسول الله واوجز. قال لا تغضب. ادي المحور الاول من حسن اسلام المرء، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، تركه ما لا يعني. لن يكمل ايمان احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله العظيم. خلينا في الثلاثة الاول وهقول لك الرابعة ان شاء الله. تعالى لا تغضب. ايه اللي بيسبب التوتر في البيوت والبيوت انت شفت واحد طلق زوجته في لحظة هدوء؟ ما حصلش، صح ولا لا؟ لم يحدث، بل بالعكس. يعني واحد ربنا يبارك فيه مصلي بس عصب شوي، فالاخ قدموه للصلاة فقرأ من سورة يوسف فاخطأ مرة اثنين وثلاثة وخمسة، هو عصبي. فالرجل بعد الصلاة قال له يا شيخ والله انت عملت في يوسف اللي ما عملوه اخوته. يا عم عيب اللي عليك، ليه كده؟ ليه كده قلة الادب على الرجل؟ يا اخي القرآن غالب وليس مغلوب. الواحد يخطئ في الفاتحة، والله الواحد يخطئ في الفاتحة، سبحان الله. يعني الكسائي وهو النابغة العربي الوحيدة تفوق على سيبويه، مش يعني مش واحد عادي. يعني لما قارن بين التحقيب المعرفي في اللغويين بين عبد القاهر الجرجاني ولا السكاكي ولا سيبويه ولا الكسائي، يطلع الكسائي رقم واحد، ورغم ذلك صلى بأمير المؤمنين. قال فينظر كيف تعملين، كيف تعملون. ما تجيش ابدا كيف تعملين ابدا، ما فيش غلطة. هارون الرشيد مهذب، وده اديب العربية وامام فاضل وفقيه ومنظر واصولي، يعني سبحان يعني كل العبر الجميلة فيه، مش العبر اللي مش جميلة يعني. قال يا كسائي هذه قراءة لا اعرفها. شوف الادب، مش يقول له ايه يا كسائي انت تتصبط علينا ولا انت عامل لي امام بس ده في ناس لما يسألك سؤال وما تجاوبوش يا ستار يا رب كان الدنيا يعني توقفت عند سؤال. يا ابن الحلال اشرح صدره شوية، شيء من شرح الصدر، لان الغضب لا يورثه. سبحان الله. قال القرآن غالب وليس مغلوب. والله يا امير المؤمنين اعجبت بصوتي في القراءة، فما ان اعجبت حتى اخطأت خطأ لا يخطئه طفل صغير. هو شعب نفسه ايه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الله، فاكرين قصة ابو حامد؟ ما هو نفس القضية. ابو حامد يقول يحضر لي من بين الحاضرين، ابو حامد الغزال، من بين الحاضرين 500 عالم تلاميذه زي حضراتكم كده ما شاء الله. لو وزع علم واحد منهم على اهل الارض لما ظل واحد جاهلا بالله. يعني لو العلماء التلاميذ بتوعدوا انتشروا في الارض، الله اكبر. هو لسه بيخطر بباله، ده خطر بباله الخاطر. فاذا بسائل يسأل، القصة اللي عارفينها، يا ابا حامد كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى سورة الرحمن، فما شأنه اليوم؟ ايش دخلنا نفس هذا؟ هو ده انا ما اعرفش شأن العيال في البيت، شأن ده 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 كل يوم ده الكلام عن من؟ عن الذات العلية. قال فاستغلقت على الإجابة. أبو حامد مش من النوع بتاعنا بتوع 2017 دول من ده.
قال أنبئك غدا إن شاء الله. أراجع علمي وأراجع حساباتي وأراجع ما كتبت وما كتب وشوف لعل وعسى ربنا يهديني. يوم والتاني الرجل كل يوم في الدرس يقف له يشكك فيه، ها ما شأنه اليوم يا عم الله يرضى عليك. رابع يوم قال ما خلاص كده الناس اللي جاي من بلاد الأخرى، اللي جاي من الشام واللي جاي من الفارس واللي جاي من اليمن واللي جاي من الحجاز واللي جاي من مصر. سبحان الله أبو حامد مش يعني مش سبحان الله على رأس القرن الخامس الهجرة حجة الإسلام. قال يا رب أنا قمت صليت لله ركعتين قضاء حاجة، يا رب ألهمني الإجابة يعني يستعين بالله. قال فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله هو واحد بقى ماسكني في المسجد كل يوم يعني سلخني سبحان الله يسألني ما شأن الله. قال يا أبا حامد قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يبديها يعني يظهرها يعني ولا يبتديها، لأنه الأول والآخر والظهر والباطن ليست عنده سبحان الله، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أبو حامد قال بعد أن بدأت بالحمد أما بعد أين السائل؟ هو واخد الإجابة من الكنترول، عشان هتسألني أنا اللي أجيب لك الإجابة. ما سؤالك؟ قال له ما شاء. قال إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين، فإذا بالسائل يفاجئه ويفاجئنا ويفاجئ الحاضرين ويقول يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يا أخي ما تستهينش بحد، لا تستهين بإنسان، ما تبص لجانس أنها أقل، ليه تبص لزوجتك أنها مش فاهمة؟ والله العظيم دي بتفهم أن الأفكار بتاعتك كلها يعني عندها يا ابن الحلال بس أنت ما تشوفش. عارف في علم الحشرات قرون الاستشعار عن بعد، يقول لك كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل أن تهب، الطائر يعرف. يا رجل يا بتسألك وعارف الإجابة، فالله يرضى عليك، لا داعي للف والدوران. سبحان الله تحرد على من ها؟ وغدوا على حرد ايه قادر، لك انت مش قادر يا رجل، اقتنع بامكانياتك سبحان الله. المهم يعني لا اله الا الله ال 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 يعني ام جميل اروى، اسمها اروى، طبعا انت اكيد عارفين، طبعا عارفين اروى بنت حرب، اخوها مين؟ ابو سفيان، هي دي حملت الحطب، وزوجها مين؟ ابو لهب. ابو لهب تبت يد ابي لهب وتب. هي سبحان الله العظيم كانت تجيب الحطب وتعمله بالحبل المسد الليف يعني، وسبحان الله مره اذت النبي صلى الله عليه وسلم فالحبل يعني سبحان الله لف على رقبتها فحزمه الحطب وقعت سبحان الله فماتت مختنقه بحبل من مسد. يعني بساطه شديده. النمرود كيف مات هذا المجرم؟ قال له انا احيي واميت، والاول طاغوت في الارض كان النمرود. انا احيي واميت. قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فياتي بها من المغرب. فبويت الذي كان يؤمن يؤمن بالخليل يجيبوه امام النمرود ويخلي الحاشيه تخلع النعال وتضربه على راسه حتى يموت. شو الاجرام؟ سبحان الله. زي قبيلة عبيد العصا اللي قتلهم ملك كندة ابو امرئ القيس، ودي قصة اخرى احنا مش هندخل في تصوير. المهم فسبحان الله العظيم النمرود لو وقعت كده دخلت بعوضة في اذنه اخترقت الطبلة وسكنت، فكان اول ما تطن يشعر بصداع شديد شديد يضربوه على رأسه بالنعال، فمرة اشتد الضرب ومات مما زرع. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل سبحان الله. قطعت رأس يوحنا المعمدان سيدنا يحيى عليه السلام، قطع رأسها في نفس الوقت، واللي قطعتها مين؟ أمها، أمها المحبة لها. فسبحان الله العظيم لا تغضب، لا تغضب. الإنسان يجب أن يكون هادئا ويستوعب وبعدين يدعو الله اللهم أجرني من حر غضبي، عظني وأوجز يا رسول الله. قال لا تغضب. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، التخلص من الفضول. الفضول قتلنا، الفضول أهلك بيوتنا، الفضول هدم البيوت على أصحابها. انت مالك انت زوجت ابنك او بنتك؟ لا تتدخل في حياتي يا خلاص، انت زوجتها لكامل بالغ، بالغ الرشد
عاقل ولا زوجتها الواحد نص نص؟ خلاص مادام انت زوجتها لمن تراه اهلا للزواج اتركهم حياته. زوجت بنت خلاص يا اخي اتركها لحياتها. زوجت ابنك نفس القضيه. الله يرضى عليكم. يعني دايما في عقود الزواج نجلس يقول يا اخواننا الله يرضى عليكم اتركوا الاسره الجديده تعيش بمنهجها، لا تعيشوا بمنهجنا، ما فيش داعي لمنهجنا، لا داعي للتدخل الا بالموعظه سبحان الله العظيم الله. ام رومان ماذا صنعت عندما اشيع عن عائشه ما اشاعه المجرمون من المنافقين في حادثه الافك؟ ماذا تقول لها؟ يا بنيتي ان كان قد حدث ما نسمع فقولي لنا واستغفر الله. قالت والله ما اقول لكم الا ما قاله يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله. ان قلت لكم ما تريدون قد كذبت، وان قلت حقيقة الامر كذبتموني. فامها تهديها تقول لها ايه يا بنيتي ما بلغت امرأة محبة في قلب زوجها، ما بلغت الا وكثر حاسدوها. تجيب لها الايه تريح يريح سبحان الله. مش تجي لك بنتك غاضبة تقول لا والله ما كانش لينا في الزيجة دي بصراحة، ده انا لولا الشيخ عمر الله يسامحه هو اللي شجعنا قد يلا ده بيصلي عنده وطلع ولد نغلة. يا ابن الحلال قول كلمتين طيبين. لما يجي لك بنتك غاضبة من زوجها قول لها بس ولا كلمة، هاتي زوجك الاول احكوا قدام انتوا الاثنين، ابنك يجي يشتكي لك من زوجته بس ولا كلمة، تعال تعال يا بنتي اقعد يا ابني قول ما عندك. انا قلت لكم من شهر تقريبا كده جاني ولد وبنت سبحان الله عين مساكين متزوجين من سنوات وخلاص يريدان الانفصال. يا ابني بلاش نقول لك ايه عيوبها ولا يا بنت اقول لك ايه عيوب، ايه رايكم ان كل واحد يقول لي ايه العيب اللي هو فيه هو، بلاش العيب اللي في الايه اشوف يعني، ما دي دراسه سيكولوجيه تشوف يعني هل هو هيقول الحق. يصدمني الزوج ويقول العيب الاساسي اللي فيا انني تاخرت 9 سنوات على قرار الطلاق. حل انت بقى بلاش الشيخ عمر، حل انت يا اخويا يا فالح انت ها يا ناصح انت يا ذكي. لا اله الا الله. طب بالله عليك اقول له ايه ده بقى ان شاء الله؟ اول امس طالع من المحاضره عند اخوانكم المسلمين في ايطاليا واحده اوبا جريت على السياره فتحت الباب في شكوى يا شيخ. طيب فالمهم زوجتها غلبه غلبه. طب خفض صوتك قدام شويه. اسكت انت. قلت بس ده بتعمل مع زوجتها كده ما تعمل مع الشيخ ايه؟ وزق في الولد يا ابني ما تتكل على الله يا حبيبي عايزين نروح ده في ناس مستنينا في دبي عيب كده. المهم سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ابعد شوية. الرجل بعد قلت له شوفي اديني رقم الهاتف وانا اخلي حد من الاخوه يكلمك اليوم ان شاء الله ونحن. فالمهم مش عارف مش حافظه رقمها. يقول لي الرقم بالايطالي. قلت له وانت شايفين فروت في الايطالي يعني سبحان الله. المهم فالمهم هو اللي بيشجعها يعني مسكين يمليها. قلت له اعمل عايز تخلص منها ولا ما تسكت خلينا ما تدينيش الرقم. لا هو عايز يلا سبحان الله فرصه. لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا انت سبحان. مش يقول لك الرجل بعد مرور 25 سنة ها 25 سنة على زواجه فزوجته فرحانة فدخلت في المطبخ لقيته قاعد بيبكي. قلت له خير يا ابو فلان ده يوم ما عيد من الاعياد يعني ما ده بالنسبة لها يعني ما على ناس صح ولا لا سبحان الله. فقال لها انا من اكثر من 25 سنة لما ابوك رآني معك وقال لك يا اما تتزوجها يا ارفع عليك قضية ولبسك تهمة تسجن فيها 25 سنة. انا لو رضيت بالحل التاني كنت خرجت النهاردة سبحان الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة. ايه الحب ده يا اخي ده ايه العشرة الطيبة دي يا اخي تقول لي لا تغضب. تغضب ازاي يا رأي ده الناس مش طايقة بعضها لا اله الا انت. انا جاي اهدي النفوس النهاردة ما شاء الله. المهم يعني من حسن اسلام المرء الله يا ابني والله يا حبيبي لو تقعد عندي في المكتب نص ساعه بس تقول لا الحمد لله انا نعمه الاسلام ونعمه العقل وام عبد الله اللي في البيت دي اسماء بنت ابي بكر. لا والله ارضى بكلام ابوك الله يرضى عليه. خد كلامي ثقه انا لا يعني ان كذبت الناس ما كذبتكم
ابدا الله، وان خنت الناس ما خنتكم، انا اقول لك بما يرضي الله، يا ريت ده البلاوي بتاع. المهم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني انت شيء ما يعنيكش في شيء. العلماء يقولوا ايه، انا زرت واحد فلقيت قدام بيته سياره، اساله بكام السياره دي؟ قسط ولا يعني دفعت نقدا وتحويلات ولا الشغل اللي اداها لك؟ قال لك ان لم تكن في حاجه الى سياره مثلها وتريد ان تشتري مثيلتها فكل الاسئله التي تسالها اشتغالك فيما لا يعنيك، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ليه تتدخل فيما يعنيك؟ انت مالك؟ رحت زرت ناس، خلاص اقعد يعني يا غريب كن اديب، يا خليك مؤدب، دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت في ارضهم، خلاص. طيب من حسن اسلام المرء تركه ما يعني. من تمام ايمان العبد ان تحب لاخيك ما، يا اخي ان لم تحب له ما تحب لنفسك لا تتمنى له الشر حتى وان كان لا تستريح له. انت في ناس سبحان الله، الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول فرش عباءته ورحب به واهلا وسهلا ومرحبا وقدم له الطعام بنفسه، وبعد ما مشي قال بئس اخو العشيره هو. يا الله، الرسول ده ملوش خائنه اعين. قال يا عائشه، يا رسول، قال يا عائشه نبشت في وجوه قوم. صحيح، اتاري الرجل ده من المنافقين ال17، بس زعيم قبيله، زعيم ايه؟ قبيله بالمئات وبالاهل، سبحان الله. فعاد ليشكر ويحمد في اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت قبيلته وهو منافق في الدرك الاسفل. يعني يجي الخير من ايه؟ يعني ربما يعني ينصر الله هذا الدين بمن لا خلاق له، وينصر هذا الدين والله يا مؤمن اقسم بالله، الجمعه الماضيه همس في اذني اخ على المنبر، احنا عند اخوانكم في طرح، يقول لي في 5 من القساوسه يجلسون في الصف الاول على يمينك. اسمع الخطبه، اهلا وسهلا. والله الذي سبحان الله ربنا فتح لي القلوب، تكلمت ان ما فيش حاجه اسمها اديان، فيه دين واحد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ولا احنا تكلمنا من القران ومن السنه سبحان الله وقبول الاخر والمثل. واحد منهم يسلم عليه بعد الصلاه يقول لا تنسى اخاك من الدعاء وانت تقيم الليل. لا اله الا الله، يا رب اللهم اهدنا سواء السبيل. سبحان الله، ربما يفتح فتحه، ربما تفتح فتحة، بس انت بتعرفش الفتحة دي منين، بس اخلص النية. اللهم ارزقنا النوايا الحسنة يا رب ان شاء الله، امين يا رب العالمين. فان انت تحب لاخي، طب لا تحب له نتيجة ان سبحان الله، لا، قل الحق. ولا يجرمنكم ها شنآن قوم على الا تعدلوا، ماذا قال ربنا؟ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالله يرضى عنك، تخرج من الدنيا وانت لست ظالما افرح، تخرج من الدنيا وانت ظالم والعياذ بالله رب العالمين. يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ نعجتين بينتطح. قال لا يا رسول الله، قال لكن الله يعلم وسوف يقضي بينهما يوم القيامة. النعجتين بينتطحوا، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة، نعجتين بينتطحوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، هيقضي يا أبا ذر لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. لا تشغل بالك ولا تدخل نفسك فيما لا يعنيك، ولا تغضب وحدد هويتك في عدم الغضب وخليك حليم عشان تتعلم العفو. ثم الامر المهم الا تتمنى للناس الشر ان لم تتمنى لهم الخير. في وصية جعفر الصادق لتلميذه الحسن البصري سلالة آل البيت، دخل الحسن البصري عليه في اخر ايامه، قال يا ابن بنت رسول الله اوصني، اسمع بالله عليك الوصية ننهي بها الدرس. قال يا حسن اطع من احسن اليك. من الذي احسن اليك؟ في حد غيره سبحانه وتعالى؟ اطع من احسن اليك، فان لم تطعه فلا تعصي له امرا. يعني ما عندكش درجة الطاعة، بس ما فيش داعي للايه؟ المعصية. طيب، وان لم تطعه وعصيت امره فلا تسكن داره. عيب عليك، معقول انا اروح عندك بيتك اخرب لك في الاثاث واطفي الثريا واكسرها واخرب لك المحمول والتليفون بتاعه والتلفزيون؟ مش ممكن سبحان الله. فلا تسكن داره، وان لم تطعه وعصيت امره وسكنت داره فلا تاكل من رزقه.
وإن لم تطعه وعصيت أمره وسكنت داره وأكلت من رزقه فأعد له جوابا وليكن صوابا. جهز إجابة بس تكون إجابة إيه؟ سليمة. جهز إجابة بس تكون إجابة واضحة. أحبتي في الله، يعني رموز السعادة تهفو إليك، ولكن يقول العلماء أنت لا تستطيع، علماء الاجتماع والفلسفة والنفس، أنت لا تستطيع أن تطرد طيور الهم أن تحلق فوق رأسك، لكن تستطيع ألا تسكنها داخل رأسك. بلاش أنت بخك يبقى عش لطيور الهم، لا، ولا تتوقع الهم غدا، بل تفاءل وقل الغد خير من اليوم إن شاء الله. واذكر إخوانك المستضعفين في الأرض والمضطهدين في الأرض والذين يقتلوا وإلى آخره، فادعوا لهم، لا تنسهم من صالح دعوة في كل صلاة، ادعوا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للمستضعفين هنا وهناك، وأنت على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. فيعني يا أحبتي، الإنسان المؤمن الصادق سبحان الله العظيم، يعني يكون إنسان سبحان الله معطاء للناس، لا يعرف أن يأتي بالشر للناس. اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، لا تنسون من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.